يتدخل ماسكيرانو مرة أخرى. إشبيلي يخطف الكرة ولعب جاميرو يتقدم يمر من جريمة ماتيو التحول ممكن جول جول إشبيلي يسجل الهدف الأول. إكرانديلي يتقدم والخوف. أنا كنت أتحدث عن جيريمي ماتيو، انت تشوف شنو اللي صار، شنو اللي جرى في صناعة الجول، في صناعة الجول شنو اللي صار، شنو اللي جرى. يتقدم لاعب فريق اشبيليا، لاحظ اكيد قدامك قدامك قدامك، لاحظ لان جيريمي ماتيو خلاص كلا تقدم منه وراح ياتيك الان عفوا الان راح خلاص كلا اكله خذا حول الكره مباشره الى إكرانديلي، وإكرانديلي يسجل الهدف الاول في المباراه. كره جميله وتخلص، يعني راح حقق فوزه الثاني، وعلى حساب من؟ على حساب العملاق الكتالوني إذا ما حقق في مباراة اليوم، لأن فريق إشبيليا اللي حقق الفوز الأول له في الليغا الأسبوع الماضي. إشبيليا في حالة هجوم آخر، نقلت إلى الأمام الرأسية جول جول ثاني لإشبيليا. إشبيليا يسجل الهدف الثاني، برشلونة تلقى الجول الأول بدون ردة فعل من لويس إنريكي، تلقى الجول الثاني الآن، ولويس إنريكي لا يحرك ساكنا. بعض الأحيان اللقطات ما تعجب المشجعين والأنصار. يا أخي أنت مش ممكن يا أخي راع مشاعرنا في بعض الأنصار، وحتى الأسبان يعني فيهم من العرب وفي رد الفعل السريعة. أنت مش ممكن جالس حاط ريل على ريل وإحنا ناخذ جول ورا جول، مش ممكن. لاحظ أمامك الجول الثاني، جي الجول الأول ويجيك الجول الثاني، وبالتالي إيبورا يتألق في مباراة اليوم. ولاحظ معاي الكرة اللي تحولت من ديلي وإيبورا يتلاعبون في برشلونة اليوم بدون تسديدة. ساندرو تصطد في المدافع مولينس على ما يبدو، وهنا ضربة الجزاء، وهنا قد يأتي التحول وتتحول المباراة من إشبيليا إلى برشلونة. وضربة الجزاء المحتسبة، وأمامك نيمار ما في مجال لإضاعتها يا نيمار، مثل ما ضاعت أمام لاس بالماس. نيمار ضيع أمام لاس بالماس، ما في مجال لإضاعة هذه الفرصة. نيمار وسيرخيو ريكو، يتقدم نيمار يسدد جول برشلونة، يقلص الفارق. نيمار أضاع ضربة جزاء أمام لاس بالماس، ولكن في هذه المباراة وفي وقت جيد الآن يقلص الفارق. لكن لاحظ تسديدة ساندرو، شوف شكل أداء فريق برشلونة تغير بعد مشاركة ساندرو، بعد مشاركة داني ألفيش اللي أمام أداء أميل للهجوم أكثر. ساندرو أمامك الآن اللاعب البديل.